السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بس دلوقتي تمام هنكمل الإجابة على الأسئلة بتاعتكم. انا بص مش مخليها في نفسكم حاجة عشان اللي بيجي سؤال بسؤال بنجاوب عليه. كان في عملنا بس وان شاء الله قلنا نثبته الساعة 5 بتوقيت اسطنبول، الساعة 4 بتوقيت ليبيا وتوقيت القاهرة. هثبت ان شاء الله البث نجاوب فيها على الاسئله، وبرده قبل الحلقه عشان نشوف تبعتين لها سلام انتوا على البث عندي، هتقول لك سلام كتير. بارك الله فيك، اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا هنجاوب ان شاء الله، استاذه منى هتقول لنا الاسئله واجاوب على البث اللي على صفحه فيري حابها اللي انا عشان بس اعرفكم اللي هيخش ويكتب تعليق ويسال ادي احنا اهو بنجاوب على الاسئله. خلينا نشوف اول سؤال. اول سؤال ساره تسال، السلام عليكم دكتوره، انا بحبك قوي يا دكتوره، انا عايز اضبط مواعيدي في الصلاه. نعم. ماشي، بس طلب يقع اللهم ثبت يا رب العمل، المهم تطلب ان هي كيف تضبط مواعيد الصلاه. طيب بصوا، موضوع الصلاه يعني خلينا نتكلم فيه ونبقى صرحه. موضوع الصلاه يا بنات ويا زوجات ويا نساء المسلمات، موضوع الصلاه ما فيهوش يعني الا المشارطه على النفس، حاجه اسمها المشارطه. اقام الصلاه اقوم اصلي، افضل الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. فانا اكون حريصه تمام الحرص ان وقت الصلاه اقوم اصلي، احافظ على الصلاه، اظبط المنبه، اشوف صحبه صالحه تساعدني، ادعي ربنا، ادعي يا رب اجعلني من مقيم الصلاه يا رب، انا واولادي انا ونفسي، عيني يا رب ان انا اقيم الصلاه، عيني يا رب ان انا اعمل، واشرط على نفسك. ملهاش حل خالص يا بنات، ملهاش حل غير انك تشرطي على نفسك وقت ما ياذن تقوم تصلي. مش انا هجيب لكم مره ان يعني في اخت، الاخت دي يا استاذه منى من احسبها من التوابين والمتطهرين ومقيم الصلاه. احنا نبقى في مجموعه كلنا قاعدين، اول واحده تروح تتوضا، اول واحده تروح تصلي وتقيم، هتقوم وهتقوم، احنا بقى عبال ما نتكلم وتروح الله اكبر تلاقي كله جه عشان يلحق الركعه الاولى. فطبعا شوفوا حد ويعينكم عليه، وفي نفس الوقت تشرطي على نفسك، ملهاش حل الا كده، لازم النفس تاخديها بالامر ده بالعزيمه. الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم مقيم الصلاه. امين يا رب. بعت عايزه ابدا اقرا كتب واقوي ايماني، اقترح عليا كتب. ده سؤال لمنى. منى دي بقى عندنا منى المكتبه، يعني استاذه منى المكتبه. وتنصحيها بايه بقى يا منى تقرا؟ هي والله لو قارئه من قبل، يبدو ان هي يعني قارئة بما أنها اقترحت كتب، ننصحها الآن بكتب الشيخ فريد الأنصاري قبل رمضان. جميلة جدا، بالذات كتاب قناديل الصلاة بما أنه موضوع عن الصلاة، فيتكلم عن موضوع الصلاة بشكل رهيب جدا، فأنا ننصحها بهذا الكتاب قناديل الصلاة لفريد الأنصاري. تمام. وهو بشكل عام احنا بننصح دايما على الأقل على الأقل كتب السيرة مثلا، هاتي حاجة في فقه السيرة، هاتي حاجة في العقيدة مثلا، مش هنقول العقيدة التحوية كتاب كبير، خدي حاجة بسيطة في التوحيد والعقيدة، خدي الأربعين النووية مثلا. نعم صحيح. وموجودين كلهم PDF. تفسير مزيل مثلا بأسباب النزول للنيسابوري أو للسيوطي، الحاجات البسيطة، أو تفسير الشيخ السعدي. فيبقى في أرضية وفي نوع من أنواع اللي هو الزاد الإيماني بقى اللي منى بتوصيكي بيه. الله سبحانه وتعالى يجعلك كده من أهل آمين. الحكمة. آمين يا رب جميعا إن شاء الله. يا رب. طبعا طلبات الدعاء دكتورة كثيرة جدا جدا، فأدعي لهم بالجملة. لكل يا رب من كتب تعليق على البث الأخير، تابعونا إن شاء الله دايما، هيبقى كل يوم سبت قبل الحلقة بثلاث ساعات بإذن الله. هنعمل معاكم بس، وان شاء الله نيجي برضو هنا نعمل بس مع استاذه منى. انا عايزه بس اوريكم المنظر الجميل عبال ما منى تشوف السؤال. بصوا ورانا بسفور، وعملنا لكم النهارده ورانا البسفور اسطنبول، حاجه مفرحه جدا يعني. دكتوره سونيا تقول بنتي امنه تحجبت من 4 شهور عمرها 10 سنوات. تبي توجهي لها كلمه منك. طيب انا يعني بنتها قالت اسمها؟ لا لا، امال الام اسمها ايه؟ بنتي امنه. نعم البنت امنه. يا امنه اللهم اجعلك يا رب من الطاهرات العفيفات، اللهم اجعلك يا رب من الحافظات للغيب ما حفظ الله، اللهم اكرمك يا امنه ويثبتك على الحجاب، وخالته هلا بتدعي لك، يعني خالتك هلا ولا تيتا هلا بتدعي لك، قول يا رب كده يا رب يجعلك يعني على ضرب امهات المؤمنين ويجملك ويثبتك، حاجه جميله. ويلا البنات يلا تحجبوا عشان ندعي لكم يلا. دكتورة فاطمة تسأل، لو سمحتي أنا بصلي في البيت يوم الجمعة، بصلي مع الشيخ في التلفزيون، هل كده صلاتي صحيحة؟ لا لأن الأمر خطير يعني. لا 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 لا، لازم طبعا، وفي رأي من الآراء إن يبقى في، لازم ما يبقاش في حاجز كبير بيننا وبين الإمام. وفي ناس يقول لك لا نقرأ عليه طالما يعلمنا الصلاة. تسلمي. عايزة أقول لكم بقى التحية الليبي
التحية الليبي ولا بيقول لك نحبك برشا دي تبعكم ولا تبع تونس؟ تونس كويس او هلبة؟ هلبة تمام. يعني التحية من الناس الليبيين. انا صراحة بحب الجالية الليبية، ناس نقيه القلب، حبيبتي نقيين القلب واطهار زي منى كده. مش عايزه اقول لكم انا بقعد اول ما اشوفها بضحك يعني وبفرح. الله سبحانه وتعالى والله ناقه فيك صدر الام الحنون. ايوه حتى ساعات ناصحه بارك الله فيك، ساعات بناديها باسم بنتي عايزه اقول لكم يعني شكرا. قلت اليوم لما روحت سبحان الله. الله يكرمك يا منى جميعا. دكتوره في سائله اخرى تتكلم كيف تضبط صلاه ايضا، اسمها ايه بقى؟ سارة يعني اقرأ لنا بتاع عشان يفرحوا. سارة عمرو تقريبا. سارة عمرو. نعم. انا عايزه وعليكم السلام دكتوره، انا عايزه تصلي كأنك كلامه مش واضح بس عايزه انتظم في الصلاه اعمل. طيب اسمعي اللي احنا نصحنا بيه صاحبتك في اول الكومنت وفي اول البث، المشارطه دي ما فيهاش ان انا اجبر نفسي على الامر. في الاول بيبقى فيه صعوبه وبعد كده النفس بتعتاد الطاعه. الباقي دكتورة يطلب التواصل على الخاص يعني. تمام، التواصل على الخاص عندكم الصفحة بتاعت هالة سمير ويطلع لكم الرقم والتواصل. نعم هيك تقريبا أجبنا على كل الأسئلة. تمام الحمد لله رب العالمين، أجبنا على كل الأسئلة اللي كانت على البث الحمد لله، وده إنجاز إن شاء الله. إن شاء الله إحنا اتكلمنا على أيام رجب، ليلى سعيد إحنا اتكلمنا على رجب وكده، إحنا ممكن نبقى نعمل المرة الجاية. نعم. إن شاء الله في نهاية شهر رجب ونشوف. طبعا بعيد عن البدع وعن الكلام ده، الأمور اللي طاعة مش رغائب بقى ورغائب رجب والقصص اللي بتحصل عندنا في مصر دي كلها مش كده يعني، الصلاة الرغائبية والرجبية كل ده من البدع إن شاء الله نبقى نتكلم عنه. لكن الحمد لله إحنا يعني حريصين إن إحنا نجاوب دايما على أسئلكم والكومنتات اللي أنتوا بتبعتوا لنا، حتى البث دوت إن شاء الله الكومنتات عليه والأسئلة هنعمله بقى البث الجاي إن شاء الله، ونقول بالأسماء ومع الأسئلة اللي بتجيلنا على الصفحة. يعني اقل من نص ساعه، نص ساعه ايه قدامنا، ربع ساعه بالظبط وتبتدي حلقه فرحة بها. انتظركم ان شاء الله مع الاستاذه منى الجميله. نعم. الخلوقه الطيبه اهل ليبيا. وعلى طول الاتصالات يا منى، هم حتى سالوا على رقم التواصل، كل الارقام بتبقى موجوده، وساعات منى بتقراها وساعات يعني بتختصر بتتحط على السكريبت على الشاشه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى نتواصل على خير، ارقاكم بعد ربع ساعه. يلا اتصالات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. فينيش بقى.